لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. أنت مسير في كونك ذكراً أو أنثى، في أمك وأبيك، في مكان ولادتك، في زمن ولادتك، في خصائصك، أما فيما أنت مكلف به أنت مخير. الله عز وجل أمرك بالصلاة، أنت مخير تصلي أو لا تصلي. أمرك بالاستقامة، أنت مخير تستقيم أو لا تستقيم. أمرك بالصدق، تصدق أو لا تصدق. أمرك بالعدل، تنصف أو لا تنصف. أمرك أن ترحم من حولك، ترحم أو تقسو. أمرك ببر الوالدين، تبرهما أو تعقهما. أنت مخير فيما كلفت. أمرك أن تطلب العلم. أما أخطر ما ينبغي أن نعرفه في موضوع المسير أن الذي ساقه الله إليك أو الذي أقامك الله به هو أفضل شيء يمكن أن يكون مسعداً لك وحافظاً لك.